واشتهرت سواء في كتاباتها النقدية والأكاديمية بالكتابة باللغة الإنجليزية. تحرص جمعية كفاءات مغربية من خلال نشاطها الدوري وادي عبقر نادي المبدعين على تقديم مجموعة من الأسماء المغربية في الأدب والثقافة والفن وتكريمها وتقديم إصداراتها الأخيرة في هذا النادي الذي يشكل كذلك فضاء للتفكير وفضاء ل ما نسميه بالمقاومة الثقافية، يعني أن يظل الفعل الثقافي بشكله وطقسه الكلاسيكي الذي نعرفه الذي قد يخال للبعض مع التكنولوجيات الجديدة ومع وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصبح متجاوزا، ولكن على العكس الناس يحتاجون إلى لقاء وفعل لقاء إنساني من خلال الأدب، من خلال الشعر، من خلال المسرح، من خلال الموسيقى، ومن خلال مختلف أشكال التعبير. والآن اليوم ننطلق في هذه الفعاليات، فعالية وادي عبقر نادي المبدعين، من خلال حفل توقيع الديوان الشعري حكاياتها للشاعرة عفيفة الحسينات التي نعرفها أساسا كناقدة فنية، كناقدة سينمائية، ولكن لها هذا الإصدار الشعري ولها إسهامات شعرية أنيقة باللغتين العربية والإنجليزية. ونقدم ديوان هذا في أول توقيع له بعد إصداره، يأتي في الدار البيضاء وفي دار الشباب الزرقطوني، دار الشباب لكي نكتشف كما قلت جمهورا جديدا من الشباب ونعطي الرغبة لهؤلاء الشباب في لقاء مبدعين وأعمال إبداعية وفنية وأدبية. المؤلف ديالي هو ديوان يعني جمعت القصائد ديالي اللي هما كتبتهم يعني عبر سنوات، والبعض منهم حتى كتبتهم يعني قبل حتى ما يكون عندي وعي بالكتابة ولا الدراسة الأكاديمية ولا يعني حتى يعني تجربة في الحياة سواء في المغرب أو في بريطانيا اللي تقريبا كبرت فيها. هو القصائد هو ماشي حكاياتها يعني حكايات أنا ولا شي امرأة، ولكن هي غالبا ما تكون تتحدث عن المرأة، داكشي علاش عندها داك المرجعية ديال لها يعني امرأة يعني أنثى. دائما المرأة تقريبا المرأة اللي سواء النساء أو الرجال عندهم ماشي نقول كيحلموا بها، ولكن دائما هي ديك اللي دائما عندنا في المخيلة ديالنا تحكي، فهي شهرزاد ودائما كتبقى داك كيفاش أنها قدرت تملك داك السلطان عبر الحكاية وعبر سردها لتلك الحكاية، واللي بعض الأحيان كتكون كتقدر تنقذها، مثلا هي نقذتها من الموت ولا بعض الأحيان حكايات كتحكي معاناة، وبعض الأحيان يعني مثلا تحركات سياسية كتكون عبر حكاية حكاها رجل أو امرأة. فربما لهذا اخترت الكلمة الحكاية، أو لأنها كذلك قصائد بالإنجليزية ف her stories وليست ترجمة، فالقصائد الإنجليزية بوحدها والعربية بوحدها.